بيان باسم مجلس شبيبة ناحية الحميس نتيجة للانتصارات التي تقدمها وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية ومشروع الإدارة الذاتية الذي انبثقت عنه الفيدرالية الديمقراطية لتوطيد أخوة الشعوب وثقافة العيش المشترك بين جميع المكونات وأطياف الشعب السوري. تقوم الحكومة التركية اليوم مدعومة بفصائل ما يسمى الجيش الحر التي أثبتت اليوم ارتزاقها من خلال مشاركتها العدوان التركي ضد شعب وأهل عفرين. إذ أننا نؤكد كمجلس شبيبة الحميس أن الاعتداء على عفرين هو اعتداء على الشعب السوري، وأن عفرين هي جزء لا يتجزأ من الجغرافيا السورية، كما أننا نطالب كشبيبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ونطالب التحالف الدولي بالاطلاع بمسؤولياته تجاه ما يتعرض له أهلنا في عفرين من قصف يستهدفه السكان الآمنين من الأطفال والنساء والشيوخ، ونعتبر الصمت الدولي بمثابة جريمة ضد الإنسانية.